السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الأعزاء، تلاميذ سنة رابعة متوسط. اليوم رانا جبنا نموذج جديد من نماذج فرض الفصل الأول. نبدأ على بركة الله نشرح النص تاعنا. كما راكم تشوفوا النص راهو فيه ثلاث فقرات. نبدأ بالفقرة الأولى. Angkor Wat is one of the famous landmarks in the world. Angkor Wat هو واحد من أشهر المعالم في العالم. It consists of many temples. يحتوي على العديد من المعابد. It was built in the early 12th century. قال لك بني في بدايات القرن الثاني عشر. It is located in Siem Reap, Colombia. يقع في مدينة سيم ريب في كولومبيا. Eiffel Tower is one of the tallest man-made structures in the world. قال لك هذا Eiffel Tower هو أطول بناء بشري عبر العالم. It was named after the engineer Alexander Gustav Eiffel. قال لك سمي على المهندس Alexander Gustav Eiffel. It is located in Paris. يقع في باريس. النص الموالي ولا الفقرة الموالي. Beside Sydney Opera House is well known for its unique architecture. قال لك الأوبرا، دار الأوبرا لسيدني تعرف ببنائها المعماري الفريد من نوعه. It is a world class performing arts center. قال لك هو يعني سنتر يتعلموا فيه الفن عالميا. It is located in Sydney. يقع في سيدني. اوكي اخر واحد ولا ما قبل الاخير. The great بل الساعة يعني الكبيرة ولا or famously known as Big Ben. Big Ben كم عرفتوها ولا المعروفة ب Big Ben. It is 69 meters high. قال لك الطول تاعها فيه 96 متر. It took 13 years to build. دات 13 سنة من البناء تاعها. It is located in London. تقع في لندن. آخر واحد. Statue of Liberty. تمثال الحرية. Is a symbol of freedom and independence. هو رمز للحرية والاستقلال. It stand on Liberty Island. يقع في جزيرة الحرية. It is located in London. هذا هو النص تاعنا. التمرين الأول يقول read the text and fill the tables or the table with the names of the landmarks. قال لك هنايا اقرأ النص وعمر لنا هذه الفراغات اللي راهم في هذا التابلو باسماء landmarks ولا اسماء المعالم. اوكي هنا وشنو هو المعلم اللي هو symbol of freedom and independence. ما هو يعني اللي يكون اللي هو رمز للحرية والاستقلال. نكتبوا اسمه هنا من النص. The tallest man-made structures in the world. ما هو يعني شو يقولون اطول بناية مصنوعة من طرف البشر في العالم. Consists many temples built in the early of 12th century. قال لك ما هو اللي تحتوي على عدة معابد وبنيت في أواخر في بدايات القرن الثاني عشر. It's world class performing arts center. قال لك هي سنتر تاع ممارسة الفن اوكي في العالم. يلا يعني الإجابة راهي واضحة هنايا. هنا سيمبل تاع الفريدوم هو هاوليك ستاتو اوف ليبرتي نكتبوها هنايا وهنايا هايليك ايفل تاور اللي هي من ميد ستراكشر الى اخره. عندنا هنايا consists many temples هايليك لاند مارك. it consists many temples اللي هي Angkor Wat
واخر واحدة اللي هي Performing Arts Center، هي وراها هنا يا beside Sydney Opera House. Sydney Opera House is well known for a unique architecture class performing art center. اوكي خلاص هذه الاجابه نجبدوها كامل من النص. نروحوا الان شوفوا نكملوا كالعاده الصفحه الاولى تاع الاجوبه ونشوفوا الحل وبعدين نروحوا للصفحه الثانيه. هنا واش عندنا؟ عندنا read the statement and write true false or not mentioned. true صحيح، false خطا. هذه بزاف ما يعرفوهاش. not mentioned غير موجوده في النص، النص كاع ما ذكرهاش. ما حتى يكون المعلومه مثلا يعطيك نص يقول لك باللي فيه، يعطي لك نص يهضر لك على الجزائر وكل شيء، فهمتوا؟ ولكن في النص، اسمع مليح، ولكن في النص ماهيش مذكور ان الجزائر، الجزائر هي عاصمه الجزائر، ماهيش مذكوره. بصح هذه المعلومه راهي عندك، راك عارفها. يعطيك سؤال يقول لك الجزائر عاصمه الجزائر، انت هذه المعلومه راك عارفها بصح النص ما ذكرهاش، ما ديرهاش ترو، ديرها نوت mentioned. اوكي يلا. ايفل تاور نيمد افتر ذا بينتر الكسندر جوستاف ايفل. هنا واش قال لك؟ شوف قال لك برج ايفل سمي على الرسام، شوف هنا قال لك على الرسام الكسندر جوستاف ايفل. هل هو رسام؟ هو صح الكسندر جوستاف ايفل، بصح اسكو هو بينتر ولا حاجه واحده اخرى؟ نرجعوا للنص تاعنا. قال لك هنايا هايلك ات نيمد سمي افتر ذا انجينير الكسندر جوستاف ايفل. صح هنايا واش راك رايح دير؟ تقول لي ميس هذا الجزء كامل ومن صحيح ما عدا هذه الكلمه، كاينه كلمه واحده خاطئه. مادام كاين كلمه واحده خطا فان الجمله كامل خاطئه، لازم تكون الجمله من ا للزد صحيحه. اوكي نديرو هنايا فولس. بالك انا تقول لي ميس بصح صح هو اسمه الكسندر جوستاف ايفل. يس صحيح هذه، انه بصح هذا الكسندر جوستاف ايفل ماشي بينتر، هو انجينير. بالك كاين واحد بينتر رسام اسمه الكسندر جوستاف ايفل، بالك كاين قال لك سماوه عليه. لا لا هنا نديرو فولس. اوكي من بعد هنايا سيم ريب is located in Colombia. هذه المدينة سيم ريب جاية في شوفوا مليح كمبوديا، عفوا أصلا في النص قلت لكم كولومبيا ولكن هنا قال لك كمبوديا، هنا كمبوديا. أنا قريتها في النص قريتها كولومبيا، هذه المرة الثانية ونقراها كولومبيا، معليش كمبوديا. هاي لك سيم ريب جاية وين؟ في كمبوديا. يعني الإجابة هنايا راهي ترو، عفوا بركة غلطت قريتها كولومبيا ولكنها كمبوديا. هنا نديرو ترو. قال لك the marvelous landmarks are visited by many tourists over the world. قال لك هذو الأماكن السياحية كامل اللي ذكرناهم في النص اسكو يزوروهم العديد من الناس عبر العالم. شوفوا هنا هذه المعلومة باينة، هذه المعلومة كي تسمع في النشرة ولا تشوف تلفزيون صح تعرف باللي يودي ملايين الناس يروحوا يشوفوا بيج بان، ملايين الناس ولا الاف الناس يروحوا يشوفوا ستاتو اوف ليبرتي، بزاف ناس يروحوا لسيدني الى اخره. بصح انا اسكو النص ذكرها لك ولا ما ذكرها لكش؟ هنا تقرا النص من البدايه للنهايه، ما راحش يقول لك باللي يزوروهم العديد من الناس. شو هنا واش نكتبوا؟ هذه المعلومه راك عارفها ولكنها ليست مذكوره في النص، واش نكتبوا؟ not mentioned. اوكي find in the text words that are closest in meaning to the following. هنا كامل راك رايح تشوفهم closest in meaning، قريبين من المعنى. عندنا situated يقع، خلاص بالايدي لازم الفعل تاعك ثاني يكون في الماضي. constructed اللي هي التبنى في الماضي. a lot of الكثير من. prominent للprominent ثاني لازم تشوفوا تحوسوا عليهم، لازم كامل تلقاوهم يعني يا في الماضي يا adjective يا noun يا فعل. المهم ماشي عطالك هنا يتحوس لي على فعل وانت تحط له noun، لا لا لازم فعل فعل. اوكي يلا هنا نروحوا للنص تاعنا نحوسوا على كامل هذا السينونيمز تاع هذه الكلمات. نبداو Angkor Wat is one of the famous، قلنا famous مشهور، هي prominent معروف. اوكي معروف ولا مشهور؟ سو هذه السينونيم تاعها famous، نزيدو نحوسو. it consists many العديد من، الكثير من، اللي هي a lot of نكتبوها هنايا. اوكي نرجعو
it was built بنيت اوكي اللي هي constructed اوكي نرجع نزيدو نكملو ديجا باقي لك كلهم راهم في الفقرة الأولى. it is located تقع هي السينونيم تاع من تاع situated اوكي راهم كلهم في الفقرة رقم واحد. الآن روحوا نشوفوا الحل تاع هذه الصفحة وبعدين نكملوا الجزء الثاني من الفرض. so التمرين الأول ستاتو اوف ليبرتي، الثانية ايفل تاور، هنا عندنا انكور وات، عندنا هنايا سيدني اوبرا اوكي. هنا الاولى فولس، الثانية ترو، الثالثة نوت منشند اوكي. هنايا سينونيم تاع سيتويتد لوكيتد، كونستراكتد بيلت، a lot of many prominent famous اوكي. يلا هالآن نروحوا لل الجزء الثاني من الفرض اللي هي mastery of language. عندنا complete the table with the right verb form. هنا قال لك حط لنا الفورم الصحيح تاع الفيرب. هنا عندنا to become يصبح ولا اصبح. قال لك هنا يا past participle تاعو became اوكي. الباست سيمبل، شوفوا نذكركم برك بالباست سيمبل، الفعل الماضي. الفعل الماضي باش تعرف زعما مثلا انك تقرا في نص وباش تستخرج الفعل الماضي تكون انت ما تعرف والو لغه انجليزيه. كامل الكلمات اللي يخلصوا بالاي دي، اي دي هاي اللي كيما هذه ديزايند، هما افعال في الماضي. وكاين مجموعه صغيره من الافعال اللي نسموها irregular verbs اللي هما الافعال الشاذه يتبدلوا في الماضي اوكي. كيما هنايا become ما نقدرش نقولو becomed نو no. خطا نقولو became. became هنا في هذه الحاله عندنا الباست بارتيسيبل تاع become هو نفسه عفوا past simple تاع become هو نفسه past participle تاع became. كاين مثلا بعض الافعال لا كيما go الباست simple تاعو went، الباست بارتيسيبل تاعو gone. هما المشكل ان هو دائما المشكل في الافعال هذو اللي يتغيروا كامل. اما الافعال اللي يخلصوا بالايدي فالباست سيمبل هو نفسه الباست بارتيسيبل. واش معناتها ديزاين عفوا الباست سيمبل ديزاين يخلص بالايدي، الباست بارتيسيبل يخلص بالايدي اوكي. سو هنا في هذه الحاله كيف بيكيم ديزايند هو تو ديزاين اوكي. تو ديزاين دوك نشوفوا الحل مع بعض. هنايا تو فوند معناتها اسس اوكي. شوفوا واش عطالك past participle تخلص بالايدي، واش قلت لكم كي يكون يخلص بالايدي يعني الباست سيمبل ثاني بالايدي اوكي. founded نفس الباست سيمبل والباست participle تاع الافعال اللي يخلصوا بالايدي هما واحد، متفاهمين؟ خلاص became designed to design to found founded اوكي. خلاص يلا نروحوا للتمرين الموالي. قال لك turn the following sentences into passive form. هنا قال لك رجعهم لي هنا راهم عاطينهم لنا المبني للمعلوم، انت راك رايح ترجعوا للباسيف اللي هو المبني للمجهول اللي راك رايح تزيد له باي اوكي. صح القاعده تاعنا واش تقول انتم عفوا انتم بالنسبه للسنه الرابعه متوسط راكم ما قريتو ولا في المقرر الدراسي تاعكم تقراو الفعل الماضي كيفاش يكون في المعلوم كيفاش يتحول للمجهول اوكي. وكاين بعض الاساتذه داروا المضارع كيفاش يكون في المعلوم ويتحول في المجهول اوكي. ولكن المقرر لكم هو الماضي فقط، يعني في البيام راح يجيكم الماضي فقط مش راح يجيكم المضارع. ولكن في الاختبار بالك الاستاذ يدير لك مضارع، اذا قراك في الدرس ممكن يدير لك مضارع. لا علينا نشوفوا هنايا. قالك ألكسندر غوستاف ديزايند صمم إيفل تاور إن 1887. كي تكون عندك هذه سنة في 2009 في 1887 خليها دائما هي التالية، هذه يعني تحاول تنحيها من الجملة أوكي. إن 1887 حطها هي التالية آخر الجملة. وش تجي تقول لك القاعدة عندك هذا السابجكت وهذا الفيرب وهذا الأوبجكت، حط الأوبجكت هو الأول، حط السابجكت هو التالي، والفعل حطه في الوسط وبدله. هنا القاعدة واش تقول لك؟ تقول لك يكون عندك الفعل الماضي واش تجبد؟ أول شيء
هذا الفعل اللي يعطالك في الماضي حولوه للباست بارتيسيبال. وانا واش قلت لكم في التمرين هذا؟ قلت لكم كيكون عندك الفعل تاعك يخلص بالايدي يعني الباست بارتيسيبال تاعو يبقى هو هو، اوكي متفاهمين؟ وقبل هذا الفعل تاعك يا اما دير واز ولا وير. دير واز كيكون عندك ضمير ولا اي حاجه في المفرد، ودير وير كيكون عندك في الماضي. هنا عندنا واش نديرو؟ نبداو بهذه ايفل تاور. ايفل تاور هو مفرد ولا جمع؟ مفرد. واز الباست بارتيسيبال تاع ديزايند، هذا يبقى كيما راه ديزايند باي من طرف الكسندر غوستاف ان 1887. ان شاء الله تكون واضحه. هنايا they built opera house for performing arts. اوكي هما واش بناو؟ هما بناو اوبرا هاوس لي باش يمارسوا الفن. هذه فور خليها هي التاليه. يلا واش نديرو؟ اوبرا هاوس مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد اوبرا هاوس وحده. was built من طرف شكون؟ باي كي تكون عندك ذي هنا دير them by them. اوكي اوبرا هاوس was built، هنا الباست بارتيسيبال تاع built هو built يبقى كيما راه. اوكي اللي ما يعرفش هذوك الايريغولار فيربس يروح لنهايه الكتاب تاعو راح يصيب هذيك القائمه يحاول يحفظ منها. واش نديرو؟ اوبرا هاوس was built by، ما نقولوش by they، نقولو by them تتبدل. راني درت لكم في الدرس شرحت لكم كيفاش الضمائر تبدلوا by them. هي من بعد هذه قلت لكم خلوها هي التاليه for performing arts. اوكي دوك نشوفوا الحل مكتوب. بعدين عندنا Americans took 13 years old. هنا years بالحق ما كاش old. الامريكانيين استغرقوا 13 سنه in construction statue of liberty، في بناء statue of liberty. اوكي وشكون هما؟ American took هذه كامل statue of liberty. نبداو statue of liberty راهو مفرد ولا جمع؟ ديرو statue of liberty. was هنايا عندنا took. took راهي في الماضي ما يخلصش بالايدي، والباست بارتيسيبال تاع took هو taken. رجعوا للقاعده، رجعوا لل واش يقولوا له، رجعوا لهذيك القائمه تاع الايريغولار سيبوها بلي taken. نقولوا statue of liberty was taken ايه 13 years in construction by the Americans. اوكي بس نشوفوا الجي هذه statue of liberty take 13 years نو الجي هذيك هي كيما قلت لكم في الاول. ناو نروحوا لل هنا classify the following words according to their pronunciation. عندنا هنا الصوت هو عاونك عطالك كلمه هنا نقراوها 5. عندنا صوت اي وهنا عندنا day صوت اي. يلا نقراهم. عندنا هذه الكلمه وهذه الكلمه وهذه الكلمه وهذه الكلمه. هنا نقولوا located. لوكي ما قالكش located كيما 5. located يعني نكتبوها هنا في اي. island اي جي هنايا كيما 5. اوكي في famous جي في day، وبي سايد جي في 5. اوكي سو هذا الصوت اي وهذا الصوت اي. روحوا نشوفوا الحل تاع التمرين ومن بعد نجو نشوفوا الوضعيه تاعنا على ما تتكلم. الحل راكم راحين تشوفوه برك لانه رانا شرحناه هنا، يعني درت هذه غير باش تشوفوه. هنا بي كيم الباست والباست بارتيسيبال كيف كيف. ديزايند هنا صحوها ماشي او اي كي نكون نكتب يعني الكلافي يعطيني هذا برك. ديزاين هنايا اي دي اي اس اي جي ان. اوكي هنا فاوندد التمرين الثاني تقولي لك اليكس عفوا the ايفل تاور was designed by الكسندر غوستاف in 1887. the opera house was built by اسمنا وتشوفوا by them هنا ماشي by they عفوا
لأنه يعني قلت لكم الكلافي يخرج لي هذه by them زيدو M THEM for performing arts status of liberty was taken 13 years هذه أولد نحوها احنا تبعنا على حسب هذه طاولة أولد دير أولد نحي هذه الأولد in construction نحي الأس هنايا by the Americans أوكي زيد هنايا island beside located famous أوكي هنا بالنسبة للوضعية الإدماجية راهو يهدر لك على مقام الشهيد ومقام الشهيد ديجا راني حليته لكم عدة مرات تقدروا ترجعوا للفروض الأخرى راكم راحين تلقاو يعني الحل والشرح كيفاش نكتبوا وضعية إدماجية على مقام الشهيد. المهم كان هذا هو الفرض تاعنا، إن شاء الله يكون مفهوم، إن شاء الله يكون واضح. نقول لكم السلام عليكم ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.